بداية هو وصل لمرات بداية درب، بس بداية كان 1000 ريال. المهم وجي يمشي مخطط، عندنا مخطط جديد، قال لي هذاك الفندق توم مستفتحينه وفيه محلين، محل خضار وبقال، مخطط كل مباني وناس اغلبهم سكنوا يعني ما حوله بقالات ابدا حول المحلات. وجي عند محل الخضار جاهز بس بدون بضاعه، لوحه وكل شيء. لا اليمني واقف عند الباب، والله العظيم ما املك في حسابي ولا ريال. قلت ابغى اشتري المحل منك، ما اعرف اتقبل، قلت بشتري المحل منك. قال كلفني المحل 7000. ايه 7000 ديكورات وكل شيء؟ ما هو ما في المحل جاهز، بس جاب حديد حق الخضار ولوح فقط ومكيف وثلاجه. ثلاجه الثلاجه ترى ماله؟ اي ثلاجه. قلت لا، وكاسره كاسره باخذها ب5. ما شاء الله. جيت عند ابوي قلت ابوي انا بفتح لي محل. يورد يوم قلت بفتح محل وانا اكبر في عينه. ندري انك تعتمد على نفسك. قال قلت بفتح المحل. قال كم يكلف المحل؟ والله انه ما راح معي ولا شافه ولا سأله. قال كم يكلف؟ قلت بيكلف 5. قال هذه 10. ولا تكلمني ولا تهرجني في راتب وفي في في وفي اجار المحل ابدا. دبر لك عامل سن عمرك. والعشره ذي ترى ما هي هديه، لما ترده تراك بعدين. هذا هذا الصح. قال ترى تحسب اني معطيك عطا ما تبي. قال تحسب اني معطيك هديه، تراك بتردها بعدين. واخذ 10000 توني متخرج جوع ما اعرف شيء، واروح اخذ الدتس من ابوي واروح للطائف بنفسي. الدنان تيجي توصل الديار ياخذون زياده على الموز، مثلا الموز كرتون ب 65 يبيعون لك ب 75 زياده 10 زياده 10 وانا اروح بنفسي. لا لا الجمله واحمل الموتر بالفين، قلت مبدئيا بحمل بالفين اشوف يمشي ولا يمشي، واروح لمنطقه فيها عمال واخذ لي عامل راتب 1400 واجار المحل 500 والكهرب 500، يعني مصروفك الشهري 2100 2000 وعلى. المهم وجي وحب اعبي المحل من الى، واجيب سناب في الديره مشهور وخليه يصور، واضبط المونتاج انا عايز التصميم، واضبط المونتاج واخلي المحل العامل فيه، واهتم في اللمسات البسيطه، حطيت اضاءات تنور، حطيت حركات حركات بسيطه واخلي. والشهر الاول يرد راتب العامل، يرد الكهرب، يرد الشهر الثاني يلا يقوم بنفسه، يلا يقوم المحل ميت. وتعرف الديره هناك ديانه دين، ما تدين ما تمشي. والمحل جديد ولا بعد كسبت المحل الجديد. إيه؟ الشهر الاول والله يا رجال اني ما عاد حتى اسوى معليه اهم ذا المحل ذا عاني مغرم ولا بي الناس يعرفون اللي لي يصد بك من له اي يصدني بي يصد بي. دخلت في عالم التجاره وعرفت هذه بكم، عرفت هذه بتمشي ولا ماشي. الموز اخذ كرتون الموز افتحه اعرف كم بيقعد في المحل ومتى بيخرب، خبره. ولدي 6 شهور والله يا رجال اني مقفلها بخساره، أرزاك. ان اللي خسرته فيه ان اكثر من 25000. ارزاك. واقفل المحل، قبل اقفله جاني واحد قال بتقبل منك. قلت انا خسرت فيه كذا كذا. قال ماني معطيك خسارتك، تبغى اتقبل منك 5000؟ قلت شيء احسن من لا شيء. واقبل المحل 5000. العامل اسكنه علي، راتبه علي، الكهرب وجار المحل متحملها 6 شهور. تحملت مسؤولية ما تحملها رجل الحين في وظيفة، مسؤولية راتب عندك عامل منك عندك مندوب. أنا ما عاد رحت الطائف. بس تدري الفاشل هو اللي ييأس. ما أنا قفلت المحل، قلت إني بفتح في مكان ثاني أبنقله. حتى بعيد البعيدة أنت الحين فشلت، أنت في مثلا في مشروعك ذا بدل النشاط. صح، ممكن ربي مكتب لك في الفواكه دي والخضره دي، محل الخضره بدل نشاطك في مشروع. ترى للذكي بيعرفه ترى بيطلع ذهب من ضمن المشاريع. محل استاجرك محل بلاط جدار اجره، لا 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 بلاط جدار مكيف، جيب لك ترى مكاتب مكتب، عرفت المكتب، 3 كمبيوترات، حطه مكتب خدمات. استكت ذهب. انت بتقدم وظيفه بتجيني باخذ منك 30 40، انت طال عمرك بتقدم في حساب المواطن تجيني باخذ منك. ايه بتقدم في العيال، قدمت في الضمان الاجتماعي قدمت في الضمان الاجتماعي. لا ليه ترى يمشي؟ لا انا ما يمشي، انا عشان في المحاماه. ترى قدم يعني ترى يمشي شركه ترى 1005 ترى المشاريع واجد اللي بيشغل ذهن والله هي القعده، خصوصا حاليا ان هي العيال ضارب. اذا ما حد
ثبت ركونه في مشروع. اوه تكفى اي والله. لان انت ما تفي في عازه انك بتروح تدق على مشهور فلان مشهور فلان تعال على اللي انت 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 تدعم نفسك بنفسك. لكن اذا انت بتفتح لك مشروع حط من الركائز الاساسيه ان الجوده تكون عاليه، ان السعر يكون في متناول الجميع بدون مبالغه في الارباح. لا تبالغ، اخذ ربحك. بعضهم سلعه اعطوا عليك مرة دبه الماء، دبه المويه راس مالها نص ريال، هذا راس مالها راح باعها بثلاثة ريال. انت يوم جاتك نص ريال بع بريال، وبثلاثة ريال في الشهر يمكن يبيع سبع ثمان حبات. انت يا ابو ريال تدريك بتبيع حوالي 200 حبه 300 حبه بتطلع دبل ارباح اللي صح. لا تفكر بالربح القوي، انت فكر كيف تحرك راس مالك. قليل المستمر ولا كثير المنقطع، حرك راس مالك لو بربح بسيط. والله اني افكر لي مشروع يا. لا توقف، لا تفكر ابد اسع. طيب سوي له دراسه جدوى، انتظروني ان شاء الله.